وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد محمد عبد الرحيم الأنصاري، رئيس فرع الشؤون العامة بمستشفى الملك حمد الجامعي وأحد مقدمي فكرة تطبيق هويتي. بداية سيد محمد، نبارك لكم فوزكم في مسابقة الابتكار الحكومي فكرة، ولو تسلط الضوء وتوضح للمشاهدين الكرام عن فكرة تطبيق هويتي. عليكم السلام، شكرا أخوي. في البداية أحب أشكر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على الثقة الكبيرة بشباب الوطن ومنحهم أكبر مساحة للمشاركة في دفع عجلة التنمية في وطننا الغالي. كما أود أن أشير لجهود اللواء الطبيب الشيخ سلمان بن عطية الله آل خليفة قائد مستشفى الملك حمد الجامعي في إعطائي الفرصة كوني أحد منتسبي المستشفى في المنافسة من أجل تسهيل جميع الإمكانيات لخدمة المواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين. الحمد لله تم اختيار فكرة تطبيق هويتي الإلكتروني المقدمة مني ومن زميلي السيد أحمد حميد من قبل لجنة الوزراء بمسابقة الابتكار الحكومي في النسخة الرابعة. طبعا جاءت الفكرة لتكون بداية حكومة بلا ورق، فهي تعتمد على جعل جميع الإثباتات والمستندات والوثائق الرسمية إلكترونيا مثل جواز السفر وبطاقة ذكية وشهادة الميلاد وجميع الرخص وبطاقات العمل والرخص المهنية وعقد الزواج والإقامة بكل التفاصيل وغيرها من المستندات. بالإضافة لاختيار المحفظة الذي يتيح للمستخدم إضافة مبلغ مالي يتمكن من خلاله دفع أي رسوم إصدار أو حتى تجديد، وذلك من خلال الجهات الحكومية المعنية ومعتمد لدى جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص. طبعا حطينا فيه إمكانية إضافة التوقيع الإلكتروني ورمز QR التعريفي لكل مستند. طبعا سيتيح الوصول للمعلومات والتفاصيل الداخلية وحفظ نسخة عند الحاجة. يشتمل التطبيق على جميع فئات وشرائح المجتمع من ذوي الهمم والمتقاعدين والأيتام وأبناء وأسر الشهداء، بالإضافة حق المقيمين الأجانب. وعندنا يعني أهداف كثيرة، من أهمها تغيير ثقافة العمل التقليدي إلى إدارة إلكترونية بكافة أجهزة الدولة وسرعة تلبية وإنجاز الخدمات بضمان وجود المستندات الرسمية بين يدي المواطن والمقيم وسهولة التعرف على الهوية وإبرازها وقت الحاجة، وقاعدة بيانات وطنية إن شاء الله آمنة ومعتمدة ستضمن عدم التزوير أو التحايل والتلاعب بالمستندات الرسمية من خلال القنوات الغير آمنة أثناء استخدام تطبيق هويتي. إن شاء الله يا رب يكون تطبيق إن شاء الله وفكرة ناجحة يا رب بإذن الله تعالى. فكرة مميزة ورائدة، نبارك لكم مرة ثانية السيد محمد عبد الرحيم الأنصاري فوزكم بمسابقة فكرة الابتكار الحكومي فكرة عن فكرة تطبيق هويتي. كنت معنا ضيفا كريما سيد محمد الأنصاري في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.